الإبداع يتيح لنفسك الوقوع في الأخطاء لتصحيحها والتعلم منها وترجمتها إلى أفكار خلاقة جديدة. والهواية مكبوتة بداخلنا وهي السبب وراء كل جديد، ومع استخدام الأدوات الصحيحة المناسبة والتوجيه والدعم والتشجيع يمكنها أن تنضج وتنمو لتكون شيئاً رفيعاً. إيماناً من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأن الشباب هم الطاقة الدافعة نحو التقدم والبناء، فعن طريقهم يمكن أن تصل المجتمعات إلى أعلى ما تطمح إليه. انطلقت جائزة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي لتسلط الضوء على قصص الإبداع التي يمتلكها الشباب البحريني وتشجيعهم باعتبارهم اللبنة الأولى لبناء صروح المستقبل بسواعدهم. بعد النجاح المبهر الذي حققته الجائزة على مستوى مملكة البحرين، اتخذت الجائزة آفاقاً أوسع في حلتها الثانية لتضم دول مجلس التعاون الخليجي لتشكل مظلة للتقدم والبناء. تتضمن الجائزة في نسختها الخليجية العديد من المجالات، هي الإبداع العلمي، الشعر النبطي، التصميم الجرافيكي، التصميم المعماري، التصوير الفوتوغرافي، إنتاج الأفلام، والرسم والتشكيل. إننا في جائزة ناصر بن حمد للإبداع الشبابي أخذنا على عاتقنا مسؤولية الارتقاء بالجائزة لتصل إلى العالمية في النسخة القادمة كقاعدة للأفكار الإبداعية والمبتكرة حول العالم. وفي الختام، إننا ندعوكم لمشاركتنا بما لديكم من طاقات وأفكار إبداعية وإنجازات متميزة، مؤكدين لكم وقوفنا إلى جانبكم ومتمنين لكم الأفضل دائماً.